على كل. كيف كان يتعامل الرئيس مع الوزراء في مجلس الوزراء؟ يعني عادي شيء، مرات يسوي ريوق للوزراء وبعدين ياخذ الاجتماع، لان الاجتماعات طويله تصير عاده. ويبدو هو باجتماع الوزراء يقول الان يرتاح هنا اكثر، لانه المواضيع تطرح متشعبه ويعني متباينه. عنده خلق صبور؟ صبور عنده انتباه فظيع. من تتكلم لازم تعرف ايش تحكي وشنو اذا سالك من خلال الكلام لازم عندك جواب، يعني مو استرشاد مثل انشاء تكون حذر. بس يعني للامانه ماكو فرض، اكو راي تجادل به قبل او ما قبل. فما كان مثل ما يعني، بس انا اقول لك ما كان يزجر مثلا الوزراء من اكو موقف معين، خطا معين عند وزير او عند اي طبعا يحاسبه يتكلم معاه. كيف كان يتصرف مع الوزير يعني الخاطئ مثلا او المخطئ عفوا؟ والله يعني ما يعني شو يتصرف، اما عقابه ويدز عليه يحكي معاه امامكم انتم كوزراء. ما صايره، ما صارت ابدا ما وبخ وزير امامكم مجلس الوزراء، بس المحافظ البنك المركزي مره اي صارت مجادله بيناتهم. ومن كان المحافظ؟ حسن النجفي. ومره ثانيه كان استاذ حكمت. شنو المجادله ويا حسن؟ والله ما دز موظف درجه مدير عام بالرئاسه بدون اخذ موافقه الرئاسه. قال هذا موظف عندي بالرئاسه انت دزه وين دزه؟ افاده على اساس يعني مثل تجاوز. وصار جدال يعني؟ اخذ ورد بالكلام؟ لا لا، ما حسن راسا قال هذا مو صحيح، انت تتجاوز، موظف عندي بالرئاسه انت شلون ترشحه وتدزه بافاده؟ ايش رد حسن النجفي؟ ما عنده جواب، يعني اكيد يعتذر لانه خطا واضح. اعتذر؟ والله ما اعتقد يعني ما اعرف يعني ما زين ما اقيل او طلع بس تقاعد بعدين احيل على التقاعد لهذا السبب؟ والله هذا السبب غير سبب ما اعرف، بس من هذا خلينا نقول الظاهر امامكم. الظاهر امامنا يعني. والوزير الاخر منو كان؟ وزير حكمة تمينا مرة صار حكمة العزاوي؟ اي مجادلة شوية قوية بينه وبينه. مجادلة؟ مجادلة عن موضوع اي من كان محافظ البنك المركزي، الرجل كان يتكلم وفق القانون. حكمت بس حكمت مرات الله يرحمه مرات يصير عصبي يحكي بشكل يصير عصبي قدام صدام؟ اي والله يصير حتى بعدين هدأوا قالوا تفضل اطلع برا. بس بعدين لما رجعوا صار رئيس اللجنه الاقتصاديه مثل نائب رئيس الوزراء. يعني بحالة معينة بالعمل. لا بس يعني ما صار هذا اللي قدامي، ما اعرف قالوا مرة حكمة الحديثي بس اللي صار وزير مالية بعدك يمكن. بس انا ما حاضر. حكمة يعني مخالف. خالف. ما حاضر بس اشير كلام من هذا الكلام، بس انا ما انه شنو اللي اشير؟ ما اعرف، ما اقدر اقول هذا صح ولا غلط. الرجل توفى الله إلى رحمة الله.